تاني بحاجات تتقال ما تتقالش تبان في سكات فعليك برد واضح حتى اسأل نفسك امبارح مين اللي كان عمال يكتب يقول حكايات جوا الكلام تاني بيقول انك هتنساني ده حاجات تتقال ما تتقالش تبان في سكات فعليك برد واضح حتى اسأل نفسك امبارح مين اللي كان عمال يكتب أدوس على قلب أغيب عنك وأروح وأنساك جوا الكلام تاني بيقول إنك هتنساني ده حاجات تتقال ما تتقالش تبان في سكات جوا الكلام تاني بيقول إنك هتنساني ده حاجات تتقال ما تتقالش تبان في سكات اسأل نفسك امبارح مين اللي كان عمال يكتب